قضت محكمة الجنح بحبس الزميل الإعلامي محمد لوشيحي ثلاثة أشهر مع شغل ونفاذ في القضية المرفوعة ضده من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر لمحمد وكان محامي دفاع الشيخ ناصر لمحمد تقدم بشكوى ضد لوشيحي اتهمه فيها بالإساءة لموكله والمساس بشخصه عبر تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في حين نفى لوشيحي الاتهامات الموجهة إليه أثناء التحقيق معه في النيابة العامة وقد أفاد الحميد محامي لوشيحي أنه تم الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف